وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك من قال لي بأن الخلية بعاسلة وكذبت الخلية، رغم أنني دائما أحثكم إخواني الكرام بأن تفقد الخلايا يكون كل 10 أيام، وهناك من يقوم بتفقد الخلايا يوميا، يعني كل يوم يقوم بتفقد الخلية، إن بدأ النحل بجمع العسل وإن صعد النحل إلى العاسلة إلى غير ذلك، فيسبب هنا إلى موت الملكة، منها أنه يقوم بقتل الملكة بدون قصد إخواني الكرام. الملكة تقوم بقتلها بدون قصد، لا أقول لك بأنك قتلتها عمدا، المهم أنك تقوم بقتل الملكة، فهنا عندما تقوم بالتدخين فالنحل ينزعج وربما النحل يقتل الملكة، لأنك يوميا تقوم بفحص الخلية، أو أن النحل ينزعج لأنك كل يوم تفتح على الخلية يقوم بالتطريد، أو أنك عندما تقوم بفتح الخلية يوميا وترجع الإطارات أو أنك ترفع الإطار تسقط الملكة على الأرض وبعد ذلك تموت، لا يتركها النحل تدخل إلى الخلية فتموت أو يقتلها النحل. فلذلك لا تفحص الخلية يوميا أخي الكريم، فحص الخلية يكون كل 10 أيام في فصل الصيف، فلذا أنصحك بأن تقوم بتفقد الخلايا كل 10 أيام. وكذلك إخواني الكرام، هناك من يجد بيوت ملكية في العاسلة أو في صندوق التربية يقوم بتخريبها مباشرة، فهذا خطأ إخواني الكرام، لا تقوموا بتخريب البيوت الملكية حتى تتأكدوا بأن الملكة موجودة أو يوجد بيض عمر يوم، يجب عليك أن تعرف هذا وبعد ذلك قم بهدم البيوت الملكية أو تخريبها، ولكن لا تخرب البيوت الملكية حتى تتأكد بأن الملكة موجودة. فلهذا السبب إخواني الكرام، أنتم عندما تجدون بيوت ملكية تقومون بتخريبها وبعد ذلك يقوم النحل ببناء بيوت ملكية مرة أخرى وتقومون بتخريبها، فبعد ذلك لا يجد النحل ببيض أو يرقات صغيرة العمر فيقوم بانتخاب نحلة أخرى لتقوم مقام الملكة الأم، يعني يختارون نحلة لتصبح ملكة وتضع البيض بيض مكذب، فلذلك يحدث التكذيب إخواني الكرام، ليس أن الملكة موجودة والخلية كذبت، هذا من المستحيل إخواني الكرام بأن تكون الملكة موجودة والخلية كذبت، فالخلية تكذب عندما لا تكون الملكة، فعندما تكون الملكة الأم تفرز فرمون إخواني الكرام والنحل يشم هذا الفرمون، فهنا لا يقوم بوضع البيض، يتوقف عن وضع البيض، فلذلك إخواني الكرام لا تقولون بأن الملكة موجودة والخلية كذبت، هذا من المستحيل. وهناك أمر ثاني وبعض الناس تصعب لهم هذه الفكرة، وهو أنه عندما يضع ملكة ملقحة، يعني أن الخلية كذبت ووضع لها ملكة ملقحة، فهو يقوم بنفض الخلية بعيدا أو لا يقوم بنفضها ويضع الملكة في قفص ويضعها في الخلية، وبعد 3 أيام أو يومين يقوم بفتح القفص ويترك الملكة ويقوم النحل بقتلها. فأنا دائما أنصحكم إخواني الكرام، هناك نحل عنيد، هناك نحل عنيد لا يحب أن تضع له ملكة ملقحة يقوم بقتلها، فلذلك يجب أن تكون الخلية فيها نحل حاضن، يجب أن تضع في الخلية نحل حاضن إخواني الكرام، لأنه هو من يقدم الغذاء الملكي للملكة، النحل الحاضن هو من يقدم الغذاء الملكي للملكة، فلذلك عندما يقوم بتقديم الغذاء الملكي هو يقوم بحمايتها، وكذلك الملكة تضع البيض، لكن أنت هنا تضع ملكة ملقحة في خلية لا يوجد فيها نحل حاضن، فهنا عندما تحرر الملكة سيقوم النحل بقتلها مباشرة، وخاصة الملكة المكذبة تقوم بقتلها. فلذلك أنصحكم إخواني الكرام، عندما تقومون بتزويد خلية بملكة ملقحة أو ملكة عذراء يجب أن تكون في الخلية نحل حاضن، هذا ما في الأمر إخواني الكرام، نحل حاضن. إلى هنا انتهينا من الشرح، ما الذي سؤال أو استفسار يكتب في التعليق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لك على المشاهدة، دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. قناة النحلة.